لكن عايزين نتكلم في مباراة الأهلي والهلال وأبرز ملاحظاتك على هذه المباراة. بص، مباراة الأهلي والسوداني، الأهلي والهلال السوداني، ما اقدرش اقول ان هي مباراة خرجت بنتيجة سلبية للنادي الأهلي في ظل الظروف اللي مر بيها النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي قوامه الأساسي 9 لاعبين دوليين شاركوا في كأس الأمم الأفريقية، ثم انتقلوا لأبو ظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية والحصول على برونزية المونديال المرة الثانية على التوالي والمرة الثالثة في التاريخ. فكان في حالة من الإرهاق اللي بتصيب اللاعبين، دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية وهو عدد كبير من الإصابات برضه ما زال يعاني منه النادي الأهلي رغم عودة عدد من اللاعبين، ولكن لسه برضه بيعاني من غياب زي بدري بانون، زي بيرسي تاو، طبعا واحد من اهم اللاعبين في النادي الاهلي اللي تدرب في بدايه الموسم من برايتون الانجليزي. فدي كانت نقطه ثانيه. النقطه الثالثه وهو ان النادي الاهلي طوال تاريخه لم يفز على الهلال السوداني على ارض ووسط جماهيره، وبالتالي دايما ملعب الدوهره الزرقاء ومواجهه الهلال على ملعبه هي مواجهه صعبه، مواجهه كرويه صعبه، مش مواجهه سهله. حتى لو النادي الاهلي بيتفوق في تاريخ المواجهات بشكل عام على الهلال السوداني. النقطه الرابعه وهي ارضيه الملعب برضه ما كانتش بالجوده الكافيه اللي تخلي لعيبه النادي الاهلي يأدوا ويتركوا الكره بشكل سلس وسهل خلال المباراه، بل على العكس كان دايما في مشكله في تنبير الكره بشكل سهل، كنا بنشوف الكره دايما بتطب مش بتمشي بشكل سلس في ارض صحيح. الملعب، بالتالي برضه ده صعب المهمه على النادي الاهلي. ولكن اجمالا النادي الاهلي كان ممكن الموضوع يختلف كليا لو مثلا كره زي كره محمد مجدي قفشه في الدقيقه 50 كانت ممكن تسجل بهدف، كره محمد شريف برضه النادي الاهلي راح عليها، ما فيش خطوره اقدر اقول ان هي كانت قويه جدا على مرمى علي لطفي من لاعيبه الهلال السوداني رغم تلاكم الكوره في بعض اوقات المباراه، ولكن النادي الاهلي خرج بالمطلوب من المباراه. هيبقى عنده ان شاء الله مواجهه صن داونز وعنده مواجهه المريخ المؤجله. اظن ان خلال الجولات الجايه اداء النادي الاهلي هيختلف، وخاصه انه هيكون بيلعب على ارضه في مباراتي المريخ، نتيجه ان المريخ هيلعب هنا في ملعب الاهلي والسلام، فهيكون مواجهتين للنادي الاهلي على ملعبه، مواجهه صن داونز هنا ومواجهه الهلال هنا. النادي الاهلي مهمته هتسهل خلال الجولات الجايه خاصه مع عوده اللاعبين المصابين والراحه والروتيشن اللي ممكن يعمله موسيماني في اللعيبه خلال المباريات القادمه علشان يتجنب حتى الارهاق اللي لسه اكيد هيصيب اللعيبه في ظل موسم طويل هيمتد احنا عارفين حتى ان شهر كتير من 8 او اللعيبه 9 الاسبوع ده كان صعب جدا بالنسبه لهم، دبي، السودان، وبعدين القاهره، يعني الحركه كانت كتير، ويمكن في منهم كمان كانوا مكمرين من ساعه الكاميرون، فطبعا ارهاق بدني شديد جدا. واحنا شفنا برضو ان اللعيبه كانت مرهقه في الملعب بالرغم من ان كان في، مش عارفه اقول يعني، رتابه في الاداء او ما كانش في اي نوع من انواع المفاجات. هل ده خاضع لان موسيماني بقاله فتره مثبت التشكيل او بيلعب بنفس الطريقه طول الوقت، ولا هم اللعيبه مرهقه جدا وما عندهاش حاجه تقدر تاديها في المرحله دي من كتر ما هم يعني بيلعبوا الفتره اللي فاتت؟ يعني اقدر اقول يعني رتابه في الاداء لو انا حاسس انه النادي الاهلي مش بيأدي اللي عليه، لو انا حاسس انه الهلال دايما عامل ضغط على النادي الاهلي جوه ال 18 وفي كرات خطيره كتير على علي لطفي، ولكن انا لو بمشي الجيم بالشكل اللي انا عايزه انا قادر ان انا اقفل المساحات بشكل كويس قوي. شفنا حتى موسيماني غير امبارح الشكل شويه، حمدي فتحي لما نزل قفشه والوضع اختلف، يعني حسينا ان في انتعاشه كده، في ضغط صحيح. دماغ. قفش عمل يعني تعاش في الجانب الهجومي وسد الكرة حلوه جدا في القائم في اللحظات الأيمن يمين. الاخيره. كمان موسيماني عمل تغييره في شكل الملعب امبارح، اكتفى بان هو يكون محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم في القلب وحمدي فتحي يكون ثالث في وسط الملعب جنب ديانج وعمرو السوليه، ما كانش في حريه قوي في الزيادات الهجوميه لعلي معلول ومحمد هاني زي ما بنشوف كل مباراه، دايما الطرفين بيطلعوا، دايما طاهر وعبد القادر بيضموا لجوه مع راس الحربه محمد شريف، تلاقي زياده من عمرو السوليه، ما كانش فيه الضغط الهجومي اللي النادي الاهلي عايزه. هو كان عايز يخرج من المباراه بشكل هادئ، عايز يخطف هدف يخطف بيه ال3 نقاط اذا قدر ليه، ولكن اذا لم يقدر ليه ال3 نقاط فهو هيكون راضي بنتيجه التعادل. هي نتيجه مش وحشه في كره القدم في ظل الظروف، لما تبص على مجمل الاداء ومجمل الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي امام الهلال السوداني تقولي لا ان النتيجه دي نتيجه جيده. انت مش يعني تتعادلي امام خصم الاهلي معتاد الفوز عليه في ملعبه، مش بتتعادلي امام خصم واللعيبه فت وفايقه والحاله المعنويه او الحاله النفسيه والحاله الذهنيه والبدنيه عاليه، لا بالعكس انت بتمر بظروف صعبه كلها، وبالتالي نتيجه التعادل لم تكن نتيجه سيئه في ظل كمان ان الاهلي لسه هيقابل صن داونز هنا والمريخ المباراتين هنا والهلال كمان ان شاء الله هنا في الجولات الجايه.
طيب اتكلمت عن التشكيل واتكلمت عن الاداء الجماعي، عايزين نتكلم عن اداء اللعيبه بقى، الاداء الفردي للعيبه اللي كانت موجوده في مباراه الاهلي وما كانتش موجوده في قائمه المنتخب ولا في كاس العالم للانديه. اللعيبه اللي كانت بتشارك مع النادي الاهلي وكانت موجوده وما كانتش بتشارك في البطولتين اللي قلت لحضرتك عليهم، ادائهم كان عامل ازاي؟ حقيقي يعني لو مسكتهم كده من حراسه المرمى، علي لطفي هو الحارس البديل الوحيد لمحمد الشناوي، الحقيقه ان هو اتعامل بشكل جيد مع الكرات اللي تم تسديدها عليه من لعيبه الهلال السوداني خلال المباراه، كان دايما بيوجه اللعيبه بشكل كويس جدا، صوته عالي كنا سامعينه في المايكات خلال الملعب، كان فايق جدا ومفوق الخط الدفاعي الامامي، بس طبعا يظل علي لطفي برضه فارق كبير في المستوى بين علي لطفي ومحمد الشناوي، ودي حاجه لازم النادي الاهلي يركز عليها خلال الفترة الجاية، انه محتاج اما علي لطفي ياخد عدد من المباريات اكتر فيثبت ذاته او يؤكد ان هو جدير انه يكون الحارس الثاني للنادي الاهلي ويحصل على فرص كثيرة في المباريات، او الاهلي يدور على حارس اخر، لانه اكيد مع ضغط المباريات وتوالي المباريات في كاس رابطة ولاعيبة بتروح دورية في كاس الامم وكاس عالم الاندية وبطولة افريقيا ودوري وكاس وغيره، فبالتالي اكيد النادي الاهلي محتاج يكون المستوى الحارس الثاني قريب جدا من مستوى الحارس الاول اللي هو اكيد محمد الشناوي الحارس الاول في مصر طبعا منظور محمد ابو جبل ومنافس قوي جدا في المنتخب. الخط الدفاعي محمد عبد المنعم شارك في كاس الامم وكاس عالم الانديه، نتكلم في علي معلول شارك في كاس الامم مع منتخب تونس وكاس العالم للانديه، ياسر ابراهيم انا شايف انه واحد من مكاسب النادي الاهلي من كاس العالم للانديه، الاهلي استعاد ياسر ابراهيم مره ثانيه، كان الفتره الاخيره كان خلاص ايمن اشرف وبدر بنون هم اللي موجودين بشكل اساسي، ياسر ابراهيم الاهلي استعاد وبعد هدفينه في المباراه الاخيره مباراه تحديد مركزيه الثالث والرابع امام الهلال، وبدا يكون متواجد بالالتحامات الهواء بيكون متواجد دايما ياسر ابراهيم، بيقدر ان هو يستقبل كرات حتى بيشتغل في البنى من تحت، كان ياسر ابراهيم في الاول البيلد اب اللي بيشتغل عليه موسيماني ما كانش ياسر ابراهيم قادر ان هو يعمله بشكل كويس، ولكن شفنا اداء تطور كبير في اداء ياسر ابراهيم. بقيه اللاعبين كلهم لاعبين دوليين باستثناء احمد عبد القادر وطاهر، بص طاهر في قناعه كبيره جدا من بيتسو موسيماني لطاهر محمد طاهر، عشان كده هو دايما بيعتمد عليه خلال الفتره اللي فاتت، شايفه جناح مميز جدا، كمان تفوق على حسين الشحات البعيد بعيد تماما عن مستوى طاهر، بالنسبه لموسيماني هو واحد من اهم اللعيبه اللي بيعتمد عليه تكتيكيا في المباراه، وخاصه دايما ان هو بيضم لجوه وبيلعب كمهاجم ثاني في ظل الزياده العدديه مع محمد هاني ناحيه اليمين اللي بالمناسبه بيقدم مستويات هايله وبيقدم نفسه لكارلوس كروش محمد هاني في ظل ان الباك رايت في المنتخب ما فيهوش الا عمر كمال عبد الواحد، محمد هاني وجوده اساسي في النادي الاهلي اكيد يدفعه انه يتواجد اساسي في المنتخب، وعبد القادر طبعا يعني واحد من امهر اللعيبه الموجودين حاليا في مصر وان شاء الله يكون ليه مستقبل واعد وكبير جدا مع النادي الاهلي، لاعب واثق في نفسه وعنده مهاره ويقدر يقف على الكوره، من اهم اللعيبه حاليا اللي في مصر اللي تقدر تقف على الكوره، اظن ان توالي المباريات برضه هيديله ثقه كبيره جدا وهيكون لاعب دولي كمان مع النادي الاهلي.